بعث سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين. هذا نصها: صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني بمناسبة الذكرى 51 لتأسيس قوة دفاع البحرين أن أعرب لمعاليكم عن أخلص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، مشيدا بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من تقدم وتطور وجاهزية قتالية، ما يؤكد صلابة الأساس التي وضعها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لهذا الحصن المنيع، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ معاليكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى.